هذا هذا بالخصوص هذا هو اللي الطب ديالو. هذا هذا اللي زوين فيه هو انه تنظم في المغرب. شو ما نشوفش مكان was hier relativ auffällig ist, ich weiß nicht mit wem, wir können auch wieder nicht in den Pressekonferenz haben. هذيك اللي مورانا هات فيها دا بريس كونفيرنس او القاعه ديال 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 الصحافه فين هما دايرين هنايا عاوتاني طلع الفوق، ولكن سادينها دايرين شي انترفيو مع شي واحد ما بغاش يقولنا شكون هو، داكشي علاش ما نقدروش ندخلوا له. هذا هادو هما اللعابة اللي تيلعبو دابا، هما بيا ما تنعرفهمش، الأسطورة اللي كيعجبني هو نويا، ها هو صاحبنا، بواتينغ، عندنا الطب ديالهم شو كاين عندنا آخر لعبة مغيرين بقى الو الو غادي نحاولو نجلسو في البلايص ديالهم فين تيجلسو صاحبنا الطب ديالهم هو هذا ليلى هادي هي البلاصة فين تيجلس يبدل الحوايج ديالو تيشيرت ما عرفتش تيشيرت حقيقي هذا هو اللي تياخد لا لا ضربنا دورة بزاف يلا باي باي تهلا wirklich nur ein Aufwärmmann für die Spieler. Können Sie eben beide wählen. Normalerweise geht man ja gemeinsam als Mannschaft. هاد القاعة هادي حيت يجيو اللعابة من هاد من البلاصة فين تيغيرو تيجيو لهنايا تيسخنو واحد شوية تيسخنو راك عارف اللعابة فيهم شوية ديال البسالة وهادي دارو لهم تيلعبو كرة تيبداو يسخنو حتى بكرة هنايا دارو لهم هاد الشبكة هنايا حيت بقاوهم تيهرسو لهم البورات بزاف. هادي هي البلاصة فين تيجلسو الأساطير تيسخنو شعور شكل انك تتواجد في بلاصه اللي تيتواجدوا فيها ابطال ديال العالم دوشات انا ها هما الدوشات اللي هي غات فين تيغيرو وهنا تيدوش هاد البلاصة هادي دايرينها اللعابة فين تيجيو كانت من قبل دايرينها الفريق الخصم تيجي يبدل الملابس ديالو هنا ولكن من بعد بدلوها رجعوها غير ديال الماكلة بلاصة ديال لي زانتيريو بالجروب هذا اللي مورانا اللور هذا هو داك التيران اللي تيدوزو اللعابة حيت تيتحل تيطلع وتيتحل اللعابة الفرق بجوج تيجيو من هنايا تيجيو من هنا وتيخرجوا تيخرجوا هنايا تيوقفوا هنايا وتيتحل هذا التيران in diesem September im fertiggestellt. Das sind Videowände. Das zeige ich Ihnen jetzt gleich, wenn wir nutzen kann. Ich bin mit dem Thema. Dann, 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 dann
بحال الا جوج فروق مفرقين هنايا وغادي يحل لينا داك البوابه ديال التونال باش ندوزو منها. هذه اللي مورا هذه هي اللي بغيت تحل باش يطلعوا اللعابه للتيرا. قال لنا للاسف لينا حنايا ما غاديش تحل تتحل فقط على اللعابه. غادي نرجعوا نطلعوا ديالنا دونك من هنايا منين انت يطلعوا صحابنا. الو هاد البلاصه هادي حيت يخرجوا اللعابه من هنا تيساليو تيمشيو بحالهم تيخرجوا الصحافه تتكون تتسينهم تيديروا لقاءات مع الصحافه هنايا اللي شقات لي على شي لقاء صحفي تيدير بحال مثلا تتشوفها هو هذا هنايا واقف في البلاصه وهما دايرين دوك اللعيبات فين تيوقفوا ديال لي سبونسور ديالهم. الكار حتى هو فاش ينزلوا اللعابه. الو هادي هي البلاصه فين تيديروا اللقاءات الصحفيه ديالهم. دابا بحال ان انا شي لعاب واقف هنايا تتسولوني شوف تيران طوب تيران واعر غزال تحفه معماريه اللي زوين فيه بزاف انك تعطيك الشعور باللي كاين فواحد البلاصه ديال الابطال ديال نجوم العالم تيسينو فيا خصني نمشي. الو انا ملي تينزلو حيت تينزلو هادي انا ما شرح لينا هذا السيد هذا اللي القيد ديالنا قال لك حيت يبغي يخرجوا حيت يبغي يمشي اللي بغى يمشي للدار ديالو قال لك ما دايرين كونطرا مع الاودي خاصهم يمشيو بالطوموبيله ديال الاودي عاطينهم الطوموبيله ديال الاودي كل واحد تيختار طوموبيل كيف ما بغات تكون ولكن دايرين لهم الحد ديال اللي يشوفوا ما يفوتش 200 حصان في الطوموبيل بحال هذيك اللي لهات فيها 400 ما عرفتش واش دايرينها لهم من ناحيه ديال السلامه ديالهم هادشي علاش دايرين ولكن خاصهم يمشيو من بعد ما شفنا ملي تيدخلوا من هنايا تيدخلوا اللعابه تيمشيو اللي هاد تيتعرض لهم الصحافه اللي بغى يهضر معاهم هي هذيك ما بغاش تيمشي يغير الملابس ديالو. غادي نمشيو نشربوا شي حاجه بان كاشان نطلع الفوق نشربوا شي حاجه ما عرفنا شنو كاينين مشروبات غازيه اللي ما فهمت ولكن انا ما في ما نشربهم ما تنبغيش نشرب بزاف طلبت غير الماء ونشوف شنو واش كاين يتكال ولا لا. انا خرجنا من البلاصه هذه بان لي البلاصه العاديه ديال الناس المتفرجين تيكونوا هنايا وهادو المحلات كاع اللي بحال اللي تيكونوا في الاغلبيه ديال لي تيران تياكلوا فيهم الناس ساندويتشات ولا مشروبات. دانك الو الحوايج اللي عطاونا هنايا دايرين الاغلبيه ديال الناس خداو دار الكول انا خديت الماء هادشي اللي كاين صافي مشروب في الاخر تيعطيو اغلبيه شامبانيا ولا شامبانيا الناس باش يحسوهم بلي راه خداو واحد التيكيت ديال الفي اي بي
دونك انا ما تنشربوش، نشربوا لنا بركه. غادي ندخلوا المتحف ديالهم. صوت دخلنا المتحف اصحابي، التيكيت راه تتخليك حتى تدخل المتحف، ولكن المتحف دايرين التيكيت ديالو خاصه، بما انني عندي ديك التيكيت ديال البي اي بي نورمالمون الثمن ديالو 12 اورو، ولكن تينقصوا لك حيت عندك ديك التيكيت من قبل، فخلصت 9 اورو زايده باش ندخل هذا المتحف. هذا المتحف اللي تتشوف الكيسان القدام ديالهم، هذا سيدي الكأس ديال البطولة ديالهم ديال 1932. شوف كيف كان الكأس، هذا دي شي ستاتيو ديال فاس المدينة. هادو الملابس القدام ديالهم باش كانوا تيلعبوا كرة، شحال هادو. الكرة باش كانوا تيلعبوا في 1920 كيدايرة. الكاس شاش مسالة دايرين تما، الكاس دي هادو هذا غوداس ديال واحد صاحبنا كان سميتو اوسكار غو، من 1912 حتى 1988. هادو هما باش كان تيلعب. شحال هذا، شنو عندنا هنا؟ 1932. الغوداسات كي كانوا عندهم شحال هذا، عرفتي كيبان راه بحال شي مجنزارة ديال الدبابة ولا هادو الكيسان اللي ربحوا على حساب كل السنوات اللي خداوهم البطولة، 1962، 1972، 1973. هادا الدرع ديال البطولة ديالهم. كان في الكيسان القدام، حنا هنا دخلنا في 1980 حتى 90. الكيسان اللي تيب تيبان ليا ما تيزقلوش، تقريبا كل سنة تيربحوا البطولة، يلاه إلا زقلو شي عام ولا عامين بين 10 سنين. وصحابنا بطبيعة الحال هو تيبان قصيرة، ما عرفتش إلا الطول ديالو الحقيقي. هذا راه راني على هذا الحساب، هذا راه طويل عليه. صاحبنا الاخر حتى هو هذا لا تيبان طويل عليه شويه. شوف هنايا تشوف الفرق بين التيشيرت ديالهم القديم مع التيشيرت الجديد، توريك هنايا الانواع ديال اولا الديزاين ديال التيشيرت على حساب السنين، كل من حتى 2000 19 اخر واحد هو هذا، وهذوك القدام. شوينشتايجر
التيشيرت ديال الونسو. شنو عندنا اخر ميدالي ديال الشامبيونز ليغ كيدايره؟ كنا التسعينات هادو هما الكيسان ديال البطولة ديالهم لوبو ديال 99 وهنا تندخلو ل2000 هاهما غادي يدير التصويرة ديال كل كاس حيت تربح شكون يهزو. ألفين وخمسطاش صارنا ستاش أربعطاش 2018 هذا هو اللي ضرب شكون اللي كان هزو ريبيري جالس تمايا هو هذا 2016 كان باقي معاهم مناطية راهو في القنتليات جيت تسمع الالمانيه ديال ريبيري كي دايره اما جالس تيدير واحد تشالنج بيناتهم هو وداك الهولندي ولكن ريبيري عنده واحد الالمانيه تطلب الضحك واخير مش نعم الهدف من هاد المتحف هذا هو انه تيقربك من الانجازات ديال النادي وتيوريك ان هاد النادي هذا عنده واحد التاريخ ماشي شي حاجه ماشي شي نادي اللي هو بسيط كيفاش تشوفوا شوف الالقاب اللي خدا على طول السنين وباقي مستمر تياخذ كل عام تياخذ تقريبا لقب ديال الدوري ولا تشامبيونز ليغ المهم ديال بلاصتو بزاف يعني نادي اللي تيبان لك عريق شي مثلا ناخذ نادي في شي بلاصه اخرى ونقولوا اوكي اجي نفتحوا له واحد المتحف الشباب خنيفره مثلا اشنو نديروا له في هذا المتحف هذا نحطوا ليه الزرافه ولا شنو نديروا صراحه في هذا المتحف هذا تيعطيك واحد الشعور صراحه في شكل بانك جالس وسط هاد الالقاب هادو اللي هزوهم اساطير ديال كره القدم وديال واحد النادي اللي عريق اللي كيفاش تشوف التواريخ من 1800 وشي حاجه هو تيفوز بالالقاب ثاني فيه ميسي هو اللي حط هذيك لا سيناتور وهنايا المدربين اللي دازوا على الفريق كامل خصوصا هذا عطى بزاف من اللعابه من
1980 حتى 2010 لعب يلعب معهم. ايوا وصلنا الزبدة ديال الكيسان ديال الفريق اللي هما هادو هما حاطين. هادو الكيسان اللي ربحو هذا ديال 2012-2013 الموسم ديالو، وهذا شامبيونز ليغ اخر واحد اللي ربحو هو 2012-2013 كاسيفان وير شي حاجه. هذا عندك ديال تسمى كأس السوبر ديالهم، وهذا كأس السوبر ديال الاتحاد الأوروبي، وهذا كأس العالم ديالهم اللي ربحوه بطبيعة الحال فين؟ في المغرب راه موروكو. سو هاد البلاصه هادي اللي فيها الكيسه ما تتسخاش بها، تترجع لك الذكريات فاش كنتي تتفرج في القهاوي ولا كيسان. صراحه تيبقى متورخي، ما عرفتش كيفاش نتحرك من هنا، ما جاتنيش. هذا بالخصوص هذا هو اللي الطب ديالو. هذا اللي زوين فيه هو انه تنظم في المغرب، ولعبوا ضد واحد اللعيبه مازال ما قريتها انا كاع، لعبوا ضد الرجاء. وانا من الظهر ديال الكيسان باش تعرف حتى لورغانيزاسيون ديال شي مسابقه بحال هادي تتبقى في التاريخ. انت شوف باقا لحد الان كاتبين، غيبقى ديما عندهم هاد الكاس هذا، راهم كاتبين في 2013 فين؟ في موروكو. هاد اللعيبه هادي الناس كيف تشوفوا واخدين التصاور ديالهم، تتاخد تصاور مع اللوغو ديال هانتا الناس تيقول سيليات تجلس بحال هكا. دونك حنا ناخدو التصويره سيدي مع الكاميرا ديالنا، نزيدو واحد شويه هكا قالك فوطو ارشتاينا عرفتو شتا تشاهي ولا شنو. اوكي تتحسن هاي خداتنا التصويرة عشان نعبو نايس فوتو فوتو ارشتاينا احنا فينا التصويرة مع الكاميرا. دونك قال لك اوكي شو نسميها دوك انايا بيتر غير نزيد ايميل اوكي اي صافي تتاخد التصويره هادي نكتبو الايميل. بعد ما كتبنا الايميل صيفطنا التصويره، نشوفو التصويره واش وصلت ولا لا. اوكي شوفو التصويرة هي وصلت على ما قال. ديال التصويرة اللي خدينا ثلاثة تصاور. سو هذا الكار ديالهم باش يتمشاو. هادو اللعابة خلاص حاطينهم هنايا، واحد اللعيبة دايرينها عطيني لك حتى الكارت، جرب الجلسة ديال الكارت ديالهم كي دايرة. أنا تاستي جالسين بحال إلا راه أي شو واحد هذا متكي هذا لا تجلس بحال هكا تشوف لي فان ديالك من اللي عازف هادشي اللي
المهم تيحاولوا يخليوك تعيش التجربه ديال اللعابه ديالهم. ديروا هنايا هذا كيف قلنا تجرب الجلسه ديال الباص ديالهم، وهنا دايرين واحد التصويره 360 درجه. دابا تمشي ليها تشوف فين كاين. اوكي انت ديري لهم حتى فين يغسلوا ولا يصايبوا المشروبات ديالهم. ميكرو قدام هذا اللي تنشوفو هنا هو هاد الباص الصغير هادشي فور جالس هنايا. هاد المسالين غنخرجو هنا وبطبيعة الحال تيخرجوك تيخرجوك في بلاصة ديال تشري تونيات ولا وهنايا فين قلنا تتقداو التيشيرتات اوريجينال ديال اللعابه. هذا هو التيشيرت جديد باللي ديال هذا ديال الحارس. شنو الثمن؟ واو التيشيرت الثمن ديالو 113 اورو. 113 اورو هاد التيشيرت ديال الحارس. الماتيريال ديالو واعر زون تتحس به شي حاجه واعره. هذا ديال الكور نشوفوا شنو كاين. هذا انا هادو تيشيرتات ديال اللعابه ماشي شوف شحال دايرين في الثمن حتى هما. هذه اللباس ديال البوندسليغا مئة وثلاثة ديال الأورو. إيه فوالا زادين الحوايج دايرينهم هنايا تشريهم. كاطا ديال البايرن باش دير الثمن ديالها 5 أورو 6 أورو رخيصة مغاديش. بستان ولا ديك اللعيبة ديال ليكارت كيسان هما معروفين بالبيرة. حتى الناس اللي فهم حتى النخاع كيف تيقولوا تيتهلاو حتى في الكلاب ديالهم والقطط ديال الماكلة ديالهم فيها اللوغو ديال البيان. سو سيدنا من السطور ديال البيان نساليو هذا الفيديو. هذا نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو تكونوا شفتوا شي حاجه جديده عليكم استفدتوا وعرفتوا كيفاش داير التيران ديال بايرن ميونخ. نشوفوا فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو لي فراسكم وشكرا بزاف. يلا سلام. يلا باغي نقلب حالي الضوا وشعلوهم ديال التيران واعر بالليل عاوتاني.